مرحلة المقاومة. مرحلة المقاومة في المجتمعات المخالفة المقاومة مرحلة أكيدة ورئيس. وكل المؤمنين الذين تبعوا أنبياء الله جميعا مروا بهذه المرحلة فثبتوا فجاء نصر الله عز وجل. الابتلاء في الدنيا شديد. عبد ببابك واقف وكم من مصالح لك فقدتها بسبب هذه المنزلة منزلة المقاومة. ساوموك فرفضت المقاومة. لا مساومة على أي شيء مما أوجبه الله عليك. وصدقني أنت الأقوى مهما فقدت من متاع الدنيا. هي دي مرحلة المقاومة، مرحلة الدفاع عن المعتقد، لأن المرأة إذا فقد العقيدة فقد كل شيء. المحب لا يخالف ولو أراد لم يستطع، لو أراد أن يخالف لم يطاوعه قلبه. فإن القلب إذا ذاق محبة الله عز وجل لا يستطيع أن يقوم في مقام العصيان. دي مرحلة المقاومة، أنت تقاوم في ثلاث جهات. المقاومة تقاوم في جهة الأمر المقاومة حتى تأتي به كما أراد سيده المقاومة، وتقاتل في جهة النهي المقاومة حتى لا تحرك قدميك إلى مساخط سيدك المقاومة، وتقاتل أيضا في جهة القدر فتصبر على ما قدر عليك من البلاء وإن كره. لا يغلب صاحب اعتقاد المقاومة، لا يغلب صاحب اعتقاد. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى.